والمهم ربحنا. السلام عليكم، احنا مغاربة من المقيمين في تونس، مشينا كنا دابا في الملعب اللي هو استاد رادس، واستاد رادس كانت فيه مقابلة جد طيبة، لكن ودازت جد طيبة، لكن في الاخر وقعت بعض المناوشات اللي خلت الجمهور التونسي ينفعل ويستعمل بعض القوارير في الوقت اللي كانوا الملاعبيه خارجين، والحمد لله يعني ديك هذاك الشيء، هذيك المعامله اللي كانت في الاخر شويه كانت غتوتر الاجواء، ولكن الحمد لله لاباس. ودخلت مدام دنيا اللي هي مشرفه على المنتخب الوطني، الف الف شكر لمدام دنيا لكونه طلبت الاحتراز، لكونه المعامله ما كانش زوينه. وجاء رئيس الجامعة التونسية السي وعد وديع الجريء، هو رئيس الجامعة ديال تونس، هو اللاعب الخزري، طلبوا اعتذار في الفيستير من الأولاد، وكان الاعتذار إن شاء الله مقبول، وديما المغرب وتونس خاوة، وغنبقاو ديما خاوة، والحمد لله رحنا خوت، وهذا مكان. وكان الجمهور المغربي، الجمهور المغربي اللي كان بكثرة، وكان شجعوا مزيان، اللي كونوا آزر المنتخب المغربي في هاد المناسبة الكروية، والحمد لله خرج فرحان وخرج سعيد، والحمد لله تحية كبيرة شخصيا القنصل العام كان السي بن عيسى قنصل المملكة المغربية بتونس، كان مشرف على هاد الوفد هذا، ويعطيه الصحة، وقف معنا في الستاد وقفة راجل بين على المغربية ديالو، وألف ألف شكر ليه. وكنا نقول ديما فيف لو ماروك، وديما مغرب، وتحيا الشعب المغربي، والسلام عليكم.